معكم ثامر أوميجا كي إس إيه، واليوم راح نقدم لكم الجزء الثاني من سلسلة خمسة أفلام تشاهدها عندما تفقد الأمل. الأفلام التحفيزية فيها رسائل كثيرة، فلذلك حنا نختار أفضل الأفلام الموجودة، والأفلام الموجودة في القائمة تقدر تشاهدها أكثر من مرة، فهي ليست مملة وبنفس الوقت فيها رسائل خرافية عن الحياة. فالأفلام الخمسة اللي معنا في هذه القائمة كل فيلم له رسالة معينة عن هذه الحياة. خلونا ندخل على القائمة ونروح للمركز الخامس. اسم الفيلم Demolition. I was very hungry and also my wife had died 10 minutes earlier. She's gone. فيلم جميل، والأجمل أن الفيلم من بطولة الممثل الكبير جيك جينلهال، وراح نشاهد إبداع من هذا الممثل العظيم. الفيلم يناقش عملية بناء الذات بعد فقدان الأحبة، وكيف أحيانا الفقدان يكون أحيانا مؤثر جدا. الفيلم يشتغل على تحسين الإنسان في البحث عن الخروج من هدم الذات وكل ما يحيط به بعد رحيل أعز من يحب، للبحث عن مفاهيم جديدة للاستمرار في هذه الحياة وتجاوز الحزن والألم إلى الغد والأمل والفرح والحب من جديد. قصة الفيلم تتكلم أيضا عن شاب يشتغل في البنك وهو ناجح في عمله جدا، وفجأة يفقد زوجته التي يعشقها في حادث مأساوي. فترى ماذا سيفعل؟ كيف سيتجاوز هذه المصيبة؟ وكيف سيرجع له الأمل؟ فيلم جميل ويستحق المشاهدة. طبعا هذا تقييم على شبكة IMDb، وتقييم الشخصي له 8/10. ونروح إلى المركز الرابع. اسم الفيلم The Age of 17. I don't want to take up a ton of your time, but I'm going to kill myself. I just thought that an adult should know. Wow. Well, actually, I was writing my own suicide note just now. I have 32 fleeting minutes of happiness during lunch, which has been eaten up again and again by the same especially badly dressed student. And I finally thought I would rather have the dark nothing. الفيلم يتكلم عن النمو والتغيرات وصعوبات الحياة اللي تواجه الإنسان. اللي لفت انتباهي هي الممثلة هالي ستانفيلد، ممثلة الأفضل في عمرها من وجهة نظري. أبدعت في هذا الفيلم بشكل جميل جدا وقامت بدور نادين. طبعا الجميع يعلم أن النمو صعب بما يصحبه من تغيرات تطرع على شخصية الإنسان، والحياة لم تكن أسهل بالنسبة للطالبة المدرسة الثانوية نادين. فترى فكيف ستستعيد الأمل وتجتاز صعوبات الحياة؟ طبعا هذا تقييم على شبكة IMDb، تقييم الشخصي له 8/10. ونروح إلى المركز الثالث. اسم الفيلم Little Miss Sunshine. الفيلم يتكلم عن أهمية العائلة لدى أغلب الناس، وأحيانا يكون هو أهم شيء دعم العائلة لك. الفيلم من بطولة ستيف كار، وأيضا الفيلم مليء بكاست جميل جدا. قصة الفيلم بسيطة جدا، وتتكلم عن عائلة تصمم على دخول ابنتهما الفتاة الصغيرة في نهائيات مسابقة الجمال برحلة عبر البلاد. اللي لفت انتباهي أن كل العائلة لها قصة مع الحياة وصعوباتها، ومنها شخصية فرانك اللي أداها الممثل ستيف، وهو يعتبر خال الفتاة الصغيرة، وهو طالب لدى كاتب فرنسي ينتقل للعيش مع أسرة بعد محاولة الانتحار بسبب قصة حب فاشلة. فترى ما هي قصة هذه العائلة وكيف سيعاد لها الأمل؟ طبعا هذا تقييم على شبكة IMDb، تقييم الشخصي له 8.5/10. ونروح إلى المركز الثاني. اسم الفيلم Stronger. So I got it. Tell you there was an explosion and your legs they're gone bro. الفيلم يتكلم عن عدم الاستسلام مهما كانت ظروف الحياة. فيلم ملهم وجميل ايضا، ويحكي قصة واقعية للظروف الصعبة التي عاشها رجل يدعى جيف بومان بعد ان فقد كل ساقيه خلال التفجير الذي حدث في ماراثون بوستون، حيث يعاون الشرطة على تعاقب منفذ الانفجار بينما يجاهد للتعافي من صدمته المدمرة من جراء هذا الانفجار. فترى كيف سيرجع له الأمل من جديد؟ فيلم جميل وملهم أيضا. طبعا هذا تقييم على شبكة IMDb، تقييم الشخصي له 9/10. نروح للمركز الأول. اسم الفيلم The Boy in the Striped Pajamas.
هذا الفيلم يتكلم عن البراءة، الصدق، التسامح، عدم التفريق بين الناس وعدم الحكم على الشخص من دينه أو لون بشرته أو ما إلى ذلك. فيلم مؤثر جدا، من الأفلام اللي تعلق في مخك بسبب طريقة السيناريو والقصة الجميلة والحزينة أيضا. يحكي قصة صداقة جمعت بين صبي يهودي حبيسا في معتقل لليهود هناك في المعسكر، لا شيء سوى منازل الضباط الألمان والجنود واليهود المعتقلين، ويفصل بين المنزل والمعسكر سياج سلكي كبير يمتد لمسافة طويلة. يكره برونو هذا المكان حيث المنزل أصغر من منزلهم في برلين، ولا أصدقاء له ولا أطفال يلعب معهم، ومن نافذة غرفته رأى أطفال كثيرين ورجالا على الجانب الآخر من السياج، جميعهم يرتدون البيجامة المقلمة، ولكن لا يعرف لما هم مفصلون عنه بذلك السياج ولماذا يرتدون ذلك اللباس. لا تنظر للفيلم من زاوية التعصب، الفيلم جميل جدا وقصة ملهمة أيضا. طبعا هذا التقييم على شبكة IMDb، تقييم الشخصي له 9.5 من 10. كان معكم ثامر أوميجا كيسيل، استنوا اشتراك بالقناة ولايك ونشر.